وندى صارت معانا ريدي عبر السكايب. مساء الخير ندى، ان شاء الله تكوني بخير ومبروك على الاصداء الحلوه، على ادائك الممتع اللي كل الناس عم بتكلم عنه. ندى قديش حقيقيه زينه؟ حقيقيه لدرجه يعني انه عم نعيش كل لحظه بلحظتها بالمشاهد، وكل شيء منه يعني كل شيء فيك عم بيطلع بنرجع بنعيده ليكون كل الاحساس من قلبنا، لحتى لنقدر نوصل شو المطلوب يعني من الشخصيه ومن الكاتب شو حابب ومن المخرج شو حابب. طيب زينة، أنا حقول لك لأنه أنت الحين بالشخصية وبالدور وحتى بملامح الشخصية، خلينا نتكلم عنك يا زينة. نقول أنه هي يعني قتلت زوجها اللي كان بيعنفها وراحت للسجن، اللي هو طبعا عالم آخر، يعني هالعالم كثير فيه عنف وفي معاناة ومرارة، وبتعاني الأمرين من السجينة عبلة اللي بتلعب دورها كارول عبود، يعني وكأنه المشهد يعني بعيد نفسه، يعني عرفتي. فأنا حسألك سؤال يمكن شوية صعب الإجابة عنه، يعني أي عنف هو الأرحم بالنسبة لزينة؟ وبالتالي يعني متى راح نشوف زينة راح تكشف عن وجهها الحقيقي، يعني وتوقف في وجه كل هذا العذاب لأنه مستمر ما وقف؟ اثنيناتهم صعبين بالنسبة لها، يعني هي ما كانت متخيلة، وبتقولها يعني بالمسلسل إنه ما كانت متخيلة إنه هالقد راح يكون شيء صعب، فتتمنى إنه كانت تبقى عم تنضرب من جوزها وتتعرض للعنف، من انه تكون بالحبس عم تتعرض لهيك نوع عنف، لانه ما له سبب يعني بالحبس. وبتشوفي يعني كل الامراض النفسيه بتطلع بالحبس لانه هن ما عندهم شيء عم بيعملوه، واصلا ما في علاج بالحبس، علاج نفسي. فمن هون بتحسي كل المصايب عم بتزيد على المساجين، وهيدي مشكله كثير كثير كبيره عم نعاني منها بالحبوسه. انه صحيح واحد لازم يتعاقب، بس كمان لازم يتعالج نفسيا لحتى بس يطلع ما تزيد الجرائم. يعني ما راح توقف هذا العذاب؟ خلاص ما راح تسوي شيء زينة؟ راح تخليها كذا؟ يعني بلا حتعمل شيء اكيد، بس اكيد راح يكون كمان في تيرنينج بوينت بالقصه، وراح تعمل اشياء كمان. مش حتى العالم هلا عم تطلب انه هي ترجع تنتقم، يعني فراح يصير في هيك مثل تيرنينج بوينت عندها ولها اسبابها يعني. حلو حلو. بتعرفي انا لانه انا عبلة كل ما بشوفها عن جد بصدق يعني انت بموت منها العبلة، وكثير بزعل عليكي، فبليز اعملي لك شيء حركه. ونحن بنعرف كمان هلا انت بما انه بالتصوير كمان رح تقفلوا التصوير اخر مشاهدك بالمسلسل خلال هذا اليومين، انا اللي بدي اسالك عنه هو اجواء الكواليس، لانه يعني هو سجن وديكور بنعرف يعني، بس كمان بنعرف انه كل الممثلات اللي حواليك هن رفقاتك بالحقيقه، وانه في كيمستري بيناتكم. خبرينا قديش عم تضحكوا رغم انه المشاهد بالسجن قاسيه نوعا ما. ليك هيدا الشيء كثير كثير ضاف على المشاهد هيك حقيقيه، لانه كلنا بنعرف بعض وكلنا متخرجين نفس الجامعه، فبنعرف بعض من قبل وشاغلين كثير مع بعض من قبل، فهيدا الشيء يمكن زاد اكثر رياحه انه الواحد خلص يطلع من حاله من دون اي تقيد يعني بالوقت ولا ياخذ لحتى اللي يعبر. عم نضحك كثير في مشاهد نعمل فورير يعني عن جد على التعب وعلى اشياء بتصير قد ما هي جديه، يعني بيصير في غلطه صغيره بتشوفنا كلنا فرطنا يعني، بس طبعا دائما باطار الطريقه البروفيشنال يعني بنرجع بنفوت بينهم، بس كثير تسلينا بالرغم ما انتم عم بتشوفوا العذاب نحن بالبوليس. بس واضح الكيمستري بيناتكم. ايه يعني في جريتا ورونيغوش وكارول عبود شغله معهم من اول ما تخرجت جامعه يعني، وكثير مبسوطه انه عم نرجع نلتقى بهذا العمل. الحمد لله. حلو كثير. طيب خلينا الحين ننتقل لشخصيه ثانيه وهي سلمى، اللي طبعا مختلفه وبتقدميها انت في شهر رمضان من خلال مسلسل النحات، واللي عندها طبعا مشاكل في حياتها ومشاكل مع بنتها ومدمنه كحول وبتتعالج نفسيا يعني بسبب كل هذه المشاكل. الاهم انه مع تطور الاحداث بنشوفك بتجسدي شخصيه سلمى في ثلاث مراحل عمريه مختلفه. ايش اللي خلاكي يعني تنجذبي لهذا الدور انت كممثله؟ شو اللي خلاكي يعني تحبي تأدي هذا الدور؟
يعني هيدا تشالنج لكل ممثل انه يقدر يعطي شخصيات كثير بعيده عنه بالشكل وبالمضمون. هيدا تشالنج يعني كل ممثل. اذا بتشوفي كمان كل الابطال اللي عم يلعبوا بالمسلسل كاني قطع كان اتوقع انه صعب وخاصه بالشكل كمان. عم بيقطش الصوت. ايه في مشكله شوي في الاتصال. ندى سمعتينا شيء؟ ندى فقدنا الاتصال خلص. ندى نحن ما سمعنا جوابك، بس كمان بنعرف انه بمسلسل النحات ما راح ينعرض 30 حلقه منه، انتوا وقفتوا تصوير وراح ينعرض الجزء الثاني بحلقات بعد رمضان، بس شخصيه سلمى باقيه، فينا نعرف كيف راح تتطور شخصيه سلمى وشو ابرز حدث ممكن تواجهيه خاصه مع بنتك اللي عم تلعب دورها ليا ابو شعيه؟ رح يصير في كثير تطورات بالشخصيه، رح يبين اشياء كثير جديده مش منتظره يعني من المشاهد، والعلاقه كثير رح تتطور مع بنتها، ما حقول سلبي ولا ايجابي بس رح يصير في كثير تغيير، وهذا كمان حلو بكتابه النص بنحات. كله تشالنجينج يعني كله على بعضه. هذا كان جوابي قبل ما سمعته، بس كنت عم اقول لك انه الممثل دائما بيركض على الادوار المركبه اللي فيها تشالنج، بتبين له انه شو بيقدر يعطي، شو خبرته كيف يعطيها يعني بكل دور جديد. حلو حلو فعلا. نحن اول شيء حابين نتشكرك ندى على جهودك، وثاني شيء على اطلالتك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله بكل اعمالك ومن نجاح لنجاح. ميرسي، بدي اقول ميرسي لكل الكرو اللي ناطرتنا. يلا خلاص ثانك يو، يعطيك العافيه.